دونك حتى لاتوش شيفت عندها واحد المجموعه كبيره ديال لي رول او مجموعه كبيره ديال الادوار، ومن بين الادوار اللي مهمه بزاف واللي كتستعمل بزاف هما اللي غنشوفوا في لا فيديو ديال اليوم. اذا اول مره كتشاهد القناه ما تنساش متابعه وتفعيل الجرس لتتوصل بكل جديد، كذلك اذا استفدت من الفيديو ما تنساش الاعجاب لدعم هذا المحتوى النافع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكل متابعي قناة مسيو بحباح التعليمية على اليوتيوب. إذا من بين الأدوار اللي كتقوم بهم لاتوش شيفت، وهي أنها كتقوم بمساعدتي في لا سيليكسيون أو في التحديد. دونك تبغوا معايا بار اكزومبل، أنا كاين عندي هاد الطابلو هذا، إذا بغيت نسيليكسيوني من عند السطر الأولاني حتى لعند هاد السطر هذا، فكنتقاد مع السطر الأول كنسيليكسيونيه، ونهبط عند السطر اللي بغيت نوقف عنده بلا سيليكسيون، كنشد لاتو شيفت، يعني نبقى ضاغط على لاتو شيفت وكنكليكي على هذا الشكل هذا، وبالتالي كيسيليكسيوني ليا من عند اول سطر حتى لعند السطر اللي وقفت عنده. يعني هنا الدور تاع شيفت انها كتقوم بالدور ديال جوسكا او الى حد. كذلك هذه العمليه هذه ممكن نطبقها حتى على لي سيلول، على الخلايا ديال الطابلو او على لي كولون. دونك بحال ما كاينش فرق بيناتهم. انتبه معايا بار اكزومبل، انا غنسيليكسيوني هاد السطر، هاد السيلول، وحنا تنقولوا على ان الا بغيت نسيليكسيوني شي سيلول كنجي على اليسار ديالو حتى كيبان لي داك فليش نوار، وتنكليكي مره واحده. والا بغيت نسيليكسيوني هاد لي كولون كاملين، الا بغيت نسيليكسيوني هاد لي سيلول ديال هاد الكولون مع لي سيلول ديال هاد الكولون حتى لحد هنايا، نفس الشيء، غادي نسيليكسيوني السيلول الاولاني ونوصل عند السيلول اللي بغيت نوقف عنده، ونشد لاتو شيفت، يعني نستمر في الضغط عليها، ثم نكليكي مره واحده هنا على هذا الشكل، وبالتالي غادي نسيليكسيوني هذه البارتي كامله ديال لي سيلول. هذا الكلام اللي قلت على طابلو نقدر كذلك نطبقه على لي باراغراف او على دي لين بار اكزومبل. باردون، دونك بار اكزومبل غنسيليكسيوني السطر الاولاني وبغيت نوقف عند السطر الثاني من الباراغراف الثانيه، فغنتقاد معاه نشد لاتو شيفت ونكليكي مره واحده، وبالتالي السيستم كيسطر ليا او كيسيليكسيوني ليا من عند اول سطر حتى عند السطر اللي وقفت عنده، وبيان سور اللي كيساعدني هي لاتوش شيفت. كذلك لاتوش شيفت كتساعدني اذا بغيت نسيليكسيوني بالحرف بالحرف. دونك انتبه معايا بار اكزومبل، انا غنكبر شويه الكتابه على هذا الشكل هذا باش تجي باينه لكم مزيان. دونك انا واقف هنا في لافان ديال هذيك الباراغراف، اذا شديت لاتو شيفت وبديت كنكليكي بلي فلاش دو ديريكسيون، الفلاش اللي كيشوف على اليسار، فهو كيبدا يسيليكسيوني ليا بالحرف بالحرف. واذا كليكيت عند الفلاش اللي كيشوف في الاعلى، فغادي يبدا يسيليكسيوني ليا بالسطر بالسطر. وبيان سور اذا كليكيت عند الفلاش اللي كيشوف في الاسفل، فهو غادي يبدا يحيد ليا لا سيليكسيون. انا غنتقاد مع السطر الاولاني نسيليكسيونيه، نشد معايا لاتو شيفت ونبدا نكليكي عند الفلاش اللي كيشوف في الاسفل، وبالتالي غيبدا السيستم يسيليكسيوني ليا بالسطر بالسطر. اذا بديت كنكليكي عند فلاش او على السهم اللي كيشوف بالاعلى، فغادي يبدا يحيد ليا فلا سيليكسيون. كذلك اذا سيليكسيونيت السطر الاولاني وشديت شيفت وزدت معاها كونترول وكليكيت عند عند فلاش اللي كيشوف او السهم اللي كيشوف في الاسفل، فالسيستم غادي يسيليكسيوني ليا الباراغراف كامله. نتوما الشباب هاد الاختصارات اللي تنقول فراهم مهمين بزاف، شنو اللي خصك انت دابا دير؟ وانك اللي عارف راسك كتستعملهم بزاف، فخصك تحاول تحفظهم او تخدم عليهم بزاف. كذلك من بين الاشياء الجميله اللي كيقوم بها الدور ولا اللي كتقوم لنا هاد لاتوش اللي هي شيفت، بار اكزومبل شوفوا معايا، انا غادي نسيليكسيوني هاد السطر هذا، اذا شديت لاتوش شيفت بقيت مكليك عند شيفت وقصت لاتوش اف ان على هاد الشكل هذا، ففي الجهه اليمنى كيتافيش عندي هاد الفنادق هذا كي كتشوفوا معايا. شفتوا هاد الفنادق؟ شنو كيعطيني هاد الفنادق هذا؟ كيعطيني هنايا جميع المعلومات او جميع لي ميزون فورم اللي راحنا مطبقينهم على هاد لي ليمون سيليكسيوني، او على هاد الحاجه اللي راحنا دايرين ليها لا سيليكسيون ديالها. دونك بار اكزومبل هنا تيقول لي على ان راه لاطاي اللي خدمت بها هي 18، ولو ستيل اللي اختاريت هو كغا، وتيقول لي البوليس او الخط اللي راني خدمت به اشنو السميه ديالو كي كتشوف معايا هنايا. كيعطيني هنايا راني درت واحد الغوتخي ودرت فيه 9 سنتيم من ابخي لو تيكس، يعني من الجهه اليمنى، وراني درت واحد لي سباسمون ابخي لو تيكس اللي هو
36 بوان. دونك هنا لي زانترفين قال لي راهم سامبل، يعني هنا كيعطيني واحد ستاتيستيك ولا يعطيني واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون على هادوك لي ميزون فورم اللي راهم ابليكين على هذاك ليليمون سيليكسيوني او على هذاك لو تيتر لي سيليكسيوني. راه لي حيدت لا سيليكسيون من هنا وسيليكسيوني شي كلمه واحده اخرى اوتوماتيكمون كيتشونجاو المعلومات اللي كاينين عندي هنايا. بحال مثلا انا سيليكسيونيت هذه الكلمه، شو دابا كيعطيني هنايا اسباسمون افون ابخي، قال لي راه ما كاينش عندنا اسباسمون، كاين 8 والغوتري قال لي كاين عندك فيه زيرو. بالنسبه للغه الفرنسيه اللي كنخدم بها، بالنسبه للخط هو هذا، بالنسبه للاطاي هي هذه. دونك كل ما مشيت عند شي كلمه وقفت عندها فكيعطيني معلومات ديالها خاصين بها او كيعطيني ميزون فورم الميزون فورم ديالها. انتبهوا معايا الشباب، اذا درت لا سيليكسيون تاع الباراغراف اللي كاينه عندي وشديت لا توش شيفت وكليكيت عند لا توش اف 3، بقيت شاد شيفت وكليكيت عند اف 3، شنو اللي تيوقع الشباب؟ فالسيستم اوتوماتيكمون تي كونفيرتي ليا الباراغراف من المينيسكول تيرجعها ماجيسكول. كذلك اذا بقيت شاد شيفت وعاود كليكيت عند اف 3 فهو كيحيد ليا المينيسكول ما تيخليش، واذا شديت عاوتاني شيفت وعاود كليكيت عند اف 3 فهو كيختار ولا كيدير ليا الحرف الاولاني تاع الباراغراف كيرجعو ماجيسكول. سو شوف معايا في البدايه ديال الباراغراف الحرف ولا ماجيسكول. مزيان الشباب، مزيان. كذلك من بين الادوار اللي كتكون بهم لاتوش شيفت هو انني نقدر نشونجي بها اللغه ديال لوحه المفاتيح او اللغه ديال الكلافي. كيفاش غنشونجي اللغه ديال الكلافي؟ بيان سور غادي نشوف، شوفوا معايا هنا بعدا اللغه اللي انا كنخدم بها بيان سور هي اللغه الايطاليه اللي كاينه عندي في الحاسوب ديالي، هي اللي كنخدم بها باغ ديفو. اذا شديت لاتوش الت، بقيت شاد لاتوش الت وكليكيت عند شيفت، شوفوا معايا هاي اللغه تحولات اللغه ديال لوحه المفاتيح من اللغه الايطاليه الى اللغه العربيه. كذلك اذا بقيت شاد لاتوش شيفت باردون لاتوش الت وكليكيت عند شيفت فغيعاود يحولها ليا من اللغه العربيه للغه الفرنسيه. دونك بالزر الت مع زر شيفت فهو كنقدر به انني نموديفي اللغه من باردون لوحه المفاتيح من لغه الى اخرى. كذلك كاين عندنا واحد المجموعه كبيره ديال الادوار اللي كتقوم بهم لاتوش شيفت، بيان سور نقدروا نشوفوهم في فيديوهات اخرين. هادو اللي شفت معكم دابا هما اللي كيتستعملوا بزاف دائما. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو فكنحاول ما امكن نعطيكم داكشي مختصر ونعطيكم غير الاشياء اللي كيتستعملوا بزاف. اما بالنسبه للوحه المفاتيح فكلها اختصارات، يعني مثلا لاتوش شيفت عندها الالاف تاع الاختصارات، داكور. لاتوش كونترول عندها الالاف تاع الاختصارات، لاتوش الت عندها الالاف تاع الاختصارات، كل لاتوش عندها الالاف تاع الاختصارات. ولكن فاحنا كنستعملوا اولا انا كنقول لكم غير دوك اللي كيتستعملوا بزاف بيان سور هما اللي كنشرح لكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال اليوم. بيان سور اذا استفدتوا ما تنساوش الشباب الاعجاب بالفيديو، كذلك ما تنساوش تخليوا لنا شي تعليق جميل لنستمر في نشر هذا المحتوى النافع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.